استقبل سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة معالي السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج وتم خلال اللقاء بحث خطوات تعزيز التقدم المنشود بين الجانبين في جميع المجالات وخصوصا الاقتصادية منها كما أشاد سعادة الوزير بعلاقات الصداقة الوثيقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز مجالات التعاون بما يلبي طموحات الجانبين ويدعم المصالح المشتركة وناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون